إليكم بعض الصور النادرة لجلالة السلطان سعيد بن تيمور رحمه الله. يظهر في هذه الصورة السلطان سعيد بن تيمور أثناء دراسته في العراق ما بين عامي 1927 و1929. في هذه الصورة السلطان سعيد بن تيمور مع الشيخ زايد بن سلطان والسيد أحمد بن إبراهيم البوسعيدي في العين عام 1955. وهذه من نوادر الصور للسلطان سعيد بن تيمور، وخلفه عبد المنعم الزواوي، وبجانبه هلال بن بدر في بريطانيا عام 1938. هذه الصورة النادرة للمغفور له بإذن الله تعالى السلطان سعيد بن تيمور في ظفار سنة 1963، والواقف خلفه العقيد محمد سخي قائد قوى الظفار، والذي عزله السلطان بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها السلطان سعيد في إبريل من عام 1966. وهنا السلطان سعيد بن تيمور يرد التحية العسكرية لفرقة من جنوده. هنا السلطان سعيد بن تيمور بن فيصل آل سعيد سلطان مسقط وعمان والشيخ أحمد الجابر الصباح. في هذه الصورة السيد سعيد بن تيمور رحمه الله ومعه الحاشية المرافقة له أثناء إقامته في لندن. وفي الصورة نضر بن عاشور، فرحان بن طهموم بيت بدر، وحميد بن خميس بيت حبراس، وسعيد بن ربيع بيت عنبر. وهذه من الصور النادرة لجلالة السلطان قابوس برفقة أبيه السلطان سعيد بن تيمور في إحدى المناسبات في صلالة عام 1969. وهذه من نوادر الصور للسلطان سعيد بن تيمور رحمه الله، وذلك في عام 1949.